اوفيس امبارح مرتي ساره قالت لي يلا خلينا نحضر مسلسل على شاهد اسمه شبتي يا بيروت. قلت لها يلا اوكي ما بعرف شي عنه بنجرب وبنشوف. سو قعدنا وحضرنا اول حلقتين ولا ثلاث حلقات حلقتين. والله علقت فيه. ما بعرف مين منكم حاضره بس الفكره انه رجال اسمه عبد الله بيطلع من السجن. باي ذا واي رح انزعلكم اياه للشو اذا ما نكون حاضرينه، مع الاقل حاضرين اول حلقتين نطوا للاخر شوفوا الريتنج وبعدين ارجعوا بعد ما تحضروا، لانه حلوين التويست والسربرايزز. اذا بدكم ريفيو بلا سبويلرز روحوا على ماي تيك توك. سو رجال اسمه عبد الله بيطلع من السجن وبيطلب ايد بنت وبي ما بيقبل وبتخبص. بيصير في 100,000 شغله وخبيصه وبيدبرس المسلسل، يعني منه فيل جود هابي تي في. بس بتعلقوا فيه لقصته لعبد الله والادفنتشرز اللي بفوت فيهم. بس قديه مسلسل بيقدر يكون بيدبرس؟ انا هيدي مشكلتي شوي مع الشو، يعني رح كمله اكيد بس مرته بتموت، بيه بفوت على المستشفى، قتل بي مرته، بيصير عنده بيبي هو لازم يربيه، وخيه بده يلقطه لانه ليتجوز وحده. يعني كل شيء رون وضده لعبد الله. سو قد ايه واحد بيتحمل ما بعرف، حتى انا صار يعني نحن عم كثير بيدبرس هالشو كثير كئيب، بس بتعرفوا هالقصص واحد بيعلق فيهم. سو اي هاف تو سي يعني اتس ويل ميد الشو، التصوير، الميوزك، التمثيل كله اكروس ذا بورد من عبد فهد لكل الكاست. بضحك انه انا بتعرفوا انه ما كثير حدا مسلسلات عربيه، بلشنا بسلمى زهرة، نص الكاست بعد سلمى زهرة بهالمسلسل كمان. سو حبيت انه صرت عم شوف ممثلين بعرفهم وشايفهم قبل بوقت. سو اتس كول ارجع اشوفهم وعم يلعبوا ادوار مختلفة كليا. سو علقت فيه من هالحلقتين. رح شوف قد ايه بقدر ضايم بعد. اي ثينك هو شي 30 حلقة، ما بعرف اذا بقدر اتحمل اول شي 30 حلقة دبرسي، واذا رح يزهقني الشو رح يضلني ضله keeping me hooked وintrigued. لهلا I like it، يعني عبالي شوف شو رح يعمل عبد الله. وشي اللي كثير حبيته بالشو كيف they're exploring الناس مع mental disabilities. يعني بتشوفوا ابنه عنده شكله trisomy، يعني بصير عنده واحد عم بيشتغل عنده كمان شكله عنده some mental disability. I like this. ما بعرف إذا this is common بالArabic shows إنه يفرجوا كتير ناس مع mental disabilities، بس I really thought that was cool. لأن لازم نفرج ونعمل توعية ونعطيهم رولز، يعني عم يشتغلوا هو الناس مع تاني واحد منه هو كان بيصير وزهرة، بس الولد صغير he has he's mentally challenged. ف it's so nice. sorry طقطقة أصابيها. it's so nice when he's getting an acting role. سو حبيت كثير انه هيك عم يعمل مسلسلات عربية. سو لأول حلقتين بعت الشو 7.5 على 10، 7.5. برجع عالبون ريفيو تاني بعد ما احضر بعد كم حلقة قبل ما اخلص السيزن حسب قدي بعلق فيه للمسلسل. بس لهلا حبيته كتير وبدو دبرسني. برجع بقولكن مين منكن حضروا خبروني what you thought. تنصحوني بغير مسلسلات احضرون let me know. بس I'm intrigued، جعبالي كمل. ما تنسوا to like, comment, subscribe، هنا يجيكن the newest videos على يوتيوب. Thank you.